مرحبا بكم من جديد، مواصلين فقرات برنامج 24 كارات وفقرة ترند. يمكن من الفقرات اللي بنحاول بقدر الإمكان نغطي فيها قضايا اجتماعية وقضايا بتهم الأسر. قضية زي ظاهرة الاغتصاب، وأنا ما يمكن اسمحوا لي برضو أنه أنا ما أسميها ظاهرة، لأنه الظاهرة دي حاجة بتجي عابرة وتمشي. نحن منذ سنوات بنجاهد وبنعمل حفريات وبنتكلم وبنقول في موضوع ظاهرة اغتصاب الأطفال. هاشتاج اللي إحنا طرحناه في بداية الحلقة كان عن هل بترى إنه عقوبة الإعدام هي العقوبة الكافية للحد من ظاهرة اغتصاب الأطفال؟ نعم. ضيفنا، أهلا وسهلا بك مولانا فتح الرحمن محمد بابكر، نائب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة. مرحبا بك ومساء الخير عليك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق، ونسأل الله أن يجعل هذا العهد عهدا مباركا على أطفالنا وعلى كل مواطنين بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يعني هي فكرة مخيفة جدا، وزي ما قالت مشاعر هي ممكن مش ظاهر، يعني هي أصبحت ممكن نقول عليها جريمة يا مشاعر. صحيح. تؤرق كثير من الأسر وكثير من الأمهات. يعني الأم بقى عندها هاجس إنه حتى ولو ولد لدى، لو ماشي الروضة أو لو جاي من المدرسة أو حتى لو عايز يمارس طفولته بإنه يلعب في الشارع، بتكون في راسة ألف سؤال وألف استفهام. نعم، الاغتصاب هو فعلا هاجس، وهو ممكن بيجي مشكلة. نعم. ما ظاهرة، يعني الظاهرة دي بتكون لفترة معدلة وتنتهي. صحيح. لكن دي هسه هي مسألة أصبحت مستمرة، وممكن لعل التشريعات لما انغلظت العقوبة على منتهكي حقوق الأطفال يمكن خدت في الاعتبار هذا النوع من الجرائم، يعني صحيح. اللي هي جريمة الاغتصاب. نعم. وهي جريمة فظيعة، جريمة مدمرة، جريمة آثارها تمتد طيلة فترة حياة الطفل، يعني تختلف عن الجرائم ضد الكبار. يعني ضد الكبار قد تكون جرائم لحظية. نعم. لكن جريمة الاغتصاب ضد الأطفال دي جريمة ممتدة للعمر كله، آثارها بتكون مدمرة جدا على الطفل. يعني صحيح. فلذلك الدولة كلها محتاجة أن تدي اهتمام لهذا النوع من الجرائم وكل الانتهاكات الخاصة للأطفال، ويكون في تركيز على آليات والتشريعات وإعلام حماية الأطفال بصورة عامة في البلد. صحيح. إن شاء الله. إحنا قاعدين نقول إحنا مجتمع محافظ، وأن إحنا ما دي حاجات ظواهر ما بتحصل عندنا. ودائما بتشوف إنه في وسائل التواصل الاجتماعي لما تجي يقوم يقول لك ده ما بكون أو طوالب بيعزوها، لأنه ممكن بيكون بتعاطى حاجة، ممكن وممكن وممكن. قضايا اغتصاب الأطفال ليست فقط من الأشخاص الغريبين. نعم. عن الأطفال. نعم. داخل الأسر. نعم. داخل البيوت. نعم. إحنا شفنا قضايا، وأنا ما عايزة أقلب مواجع الأسر الضاقة المرضى. نعم. لكن في قضايا كانت من الخال، من العم. نعم. من الجد. نعم. 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 اللي هي طبعا هي معظمها من الناس القريبين للطفل. صحيح. يعني الطفل دائما بيغتصبوا الشخص القريب له، واللي هو بيعمل فيه ما يسمى بالاستدراج التوريطي تدريجيا إلى نصل مرحلة إنه الطفل يكون خايف من الإفشاء. بعد ذاك بتحصل مراحل الطفل بيكون أسير لهذا الشخص اللي اغتصبه، وبيكون خايف منه باستمرار، يعني وبيعمل على إنه ينتغي منه ويغطي الجريمة. فدائما الناس اللي حول الطفل هم المفروض يكون في توعية لهم، الأسرة، الأب، الأم، يطلع مع مين، يجي مع مين، فترة غياب الطفل من البيت تكون قد ندري شنو يعني. صحيح. وفي عوامل كثيرة جدا بتخلي انه الشبهات تدور حول الناس اللي حول الطفل دائما وابدا، يعني يعني ابناء العم وابناء العمة وابناء الخالة، الناس اللي بتثقون انت في معظم الاحيان ومعظم الحالات اللي وردت للمحاكم بتجي من الناس المقربين يعني. وبدت امتدت اكثر من كده، بدت حتى في المعلمين وفي شيوخ الخلاء. صحيح. وفي ناس يعني ثقة المجتمع فيهم عالية جدا جدا. نعم. وتتصر هذه الظواهر، يعني لذلك أصبحت ظاهرة مزعجة ومؤرقة لأجهزة الإعلام ولكل المهتمين بحماية الطفولة في البلد بصورة عامة. من وجهة نظرك يا مولانا السبب شنو؟ هي أسباب كثيرة يعني. يعني في العامل النفسي، يعني أحيانا بيكون عامل نفسي، أحيانا بيكون عامل له علاقة بالتربية، أحيانا بيكون عامل له علاقة بالوازع الديني، يعني ضعف الشخصية. أحيانا بيكون الشخص اللي اعتدى على طفل
بيكون تم اعتداء عليه وهو صغير، يعني ظاهرة أو هي حالة نفسية كانت عنده في الطفولة خبشت معه بعد ما كبر. لكن مولانا يعني دي ممكن تكون مش مقبولة إلى حد ما، لكن فكرة إنه العم هو حصن حصين للبيت أو نعم. يعني الأب نعم. أو الخال نعم. نعم. يعني البيت دي بالنسبة لهم خط أحمر نعم. فبتبقى الطامة الكبرى إنه تغتصب الطفلة من شخص محرم بالنسبة نعم. لها، بتقدر نعم. تسافر معه، بتقدر تنوم معه نعم. في أمان يعني نعم نعم. هي طبعا مسد كلها لا حدود يعني نعم. يعني حتى العلاقه ما بين العم والخال يعني فيها انت المفروض منك يعني تاخذ نوع من الرقابه من الرقابه، انت مطلوب من هذا الشخص نفسياته شكلها شو انت ما بتعرفها، ممكن تتغير فجاه نفسياته لا يسبب من الاسباب، فانت مطلوب منك كراعي للاطفال انك تكون دائما وابدا في حاله بتاع الترقب للأسوأ دائما يعني، وده لا يعني انه نحن نفقد الصغة في الخال وفي العم وفي الاب، لا ابدا نعم. ابدا دي حالات شاذة بصوره عامه يعني، لكن واجبنا كناس مهتمين بحمايه الاطفال انه نضع هذا الامر في الاعتبار، ما نقفل يعني، يعني حمايه الاطفال من ضمن العناصر الخاصه بها يعني اللي هو اهتمام الاسره وعدم الاهمال بصوره عامه يعني، وتركيز الرعايه، وحتى في المدارس وجود البحث الاجتماعي ومراقبة الأطفال وسلوكياتهم ونفسياتهم، وحتى الوالدين عندهم دور كبير جدا في اكتشاف أي بوادر لاغتصاب أو عملية اغتصاب عبر علامات معينة تظهر على الطفل، يجب أن يكون المجتمع واعي بها. و زي شنو يا مولانا؟ لأنه إحنا محتاجين برضو نعم. نقول للناس بالواضح يعني انه أيوة. كيف تعرف طفلك تم التحرش نعم. به، لانه نعم. احنا برضه بنتكلم اذا كان حسي احنا متناولنا موضوع الاغتصاب في التحرش نعم اللي هو التدرج البيئي المرحله الاغتصاب ايوه نعم. صحيح نعم نعم، فكيف انا انتبه نعم. لطفل هو التحرش احيانا هو بدايه للاغتصاب نعم. لان الفرق ما بين التحرش والاغتصاب هو في الاغتصاب بيكون تم علاج ده في حسب التعريفات الصحيحة صحيح نعم. لكن في التحرش بيكون مقدمات لهذا العمل نعم. فأنت فعلا محتاج أنك تراقب الطفل، الطفل في الغالب لما نكتشف سوء النية للشخص اللي عايز يغتصب أو يتحرش به بيبدأ يعني تصل عليه علامات قد تكون علامات اضطراب نفسي، قد تكون تأخر دراسي، قد يكون مثلا تبول لا إرادي، تأتأة احيانا، اهمال في دروسه، احيانا حتى ظهور خدوش في بعض المواقع في الجسم مثلا. انت مهمتك انت كاب او كام تكون باستمرار في حاله بتاعت ملاحظه على اي تغيرات تحصل على الطفل، يكون في صراحه ما بينك وبين طفلك. يعني احنا في السودان عندنا مشكله زي دي يعني ما عندنا الصراحه مع الاطفال صح. ما بنشارك الاطفال في في, في ما بنخش معهم في حوار وفي نقاش نعم. هذا الحوار مهم جدا جدا، الحوار المفتوح مع الاطفال مهم جدا حتى انه يطمئن ويحكي لك ما حدث له، وبعد ذلك انت ممكن تتلافى المشكله بصوره قانونيه او بصوره نعم. بكل الصور المتاحه. طب هل في عمر محدد انا طفلي ده المفروض انه اقعده واتكلم معه على انه شخص واعي نعم. يعني هل في عمر محدد انا مفترض الطفل يجب ان يعي انه اي تصرف غير سليم نعم. ده معناته تحرش؟ نعم والله هي في مراحل مبكره ونصير نعم. الطفل خشي الروضه او بقى في مرحله ممكن اعرف ده خطا وده صح زي ما توجهوه، لانه والله يا اخي لا المفروض تعمل كده يعني ما تطلع كده وما تركب كده، تديه نفس التعليمات بالنسبه لنا يعني الطفل والله انه جسمه ده فيه مناطق محرمه صحيح ممنوع اللمس والاقتراب خالص يعني لاي شخص يعني صحيح، يعني مساله التعري والكل يعني في حياه ما متاحه الا للام وللام والاخت كده يعني الناس نعم. القريبين منك على الطفل بيحتاج انه يدخل الحمام كده يعني، فدي انت المفروض يعرفها من بدري، الحته دي ممنوعه يا بيت الحته دي ممنوع زول يقربها، دي حته خطره خط احمر اذا في شخص يعني هو نحن بنسموه يعني المهارات الحياتيه للاطفال لحمايه انفسهم يعني عندنا عناصر البيئه الحاميه اهم عنصر فيها بداب التشريعات والبيئه الحاميه الاخرى، عندي اكساب الاطفال مهارات حمايه انفسهم لانه الطفل في المدرسه انا ما معه، في الحافله بتاعت الترحيل انا ما معه، في الشارع انا ما معه، في اللعب صحيح. انا ما معه، لازم ادي مهارات
كيف يستطيع الطفل حماية نفسه، ودي مهارة مهمة جدا جدا يجب أن تكون مكتسبة عبر الوالدين وعبر المعلمين يعني. طيب كويس أنك أنت قلت عبر المعلمين. نعم يا مولانا، لأنه أنا إذا دربت طفلي في البيت البيئة الحولية ما بتكون مساعدة. نعم يعني ممكن المدارس تغفل عن انه لدرجه انه في اساتذه حسي في حتات معينه في المقررات ما بيدرسوها. أيوة عشان أيوة الحياء. أيوة أيوة ولا حياء في العلم، دي احنا نعم عرفناه من بدري نعم شديد. نعم فدور المؤسسات التعليميه شنو في انها نعم توري الاطفال ايضا نعم برضو انه ممنوع طفل يخش مع طفل الحمام. أيوة ممنوع نعم مثلا التفاصيل اللي حضرتك تفضلت نعم وذكرتها. هي طبعا هي منظومه متكامله فيها كل احنا نسميه المهنيين العاملين في مجال حمايه الاطفال. يعني في مهنيين مهندسين، وفي مهنيين اجتماعيين نعم، وفي مهنيين اطباء، في مهنيين عاملين في مجال حمايه الاطفال. هؤلاء المهنيين يجب ان يكتسبوا مهارات من المهني اللي بيعمل في الروضه، ده مهني عامل في مجال حمايه الاطفال. صحيح. المعلم مهني، الشيخ في الروضه مهني، كل هذا الاب الام كل الناس اللي بتتعاملوا مع الاطفال يجب ان يكون عندهم رفع قدرات ذات صلة بحماية الأطفال. كيف تحمي طفلك؟ حتى هندسة المباني في المدارس بالنسبة للحمامات، صحيح، طريقة قفلها، طريقة مراقبتها، من يخش هنا من ما يدخل هنا، الفصل بيناتها، دي كلها مسائل مهمة جدا جدا يجب أن تراعى في منظومة حماية الأطفال، حتى إنه أنا أضمن إنه الطفل ده محمي من كل الأشخاص اللي حوله، حتى السائق الحافلات. صحيح. الترعيل منو اللي يسوق يودي الأطفال الروضة؟ مواصفاته ايش؟ ناس المرور يعني ما اي شخص بيرحل الاطفال. صحيح. يعني ما يمشي الموقف اي حافله في الموقف هيجرها، لا ابدا. في مواصفات اخذ لي فيش اشوفه هو منو، تاريخه شنو. صحيح. عمره سنه يعني تصير انا اسمح له بقياده الحافلات اللي بترحل الاطفال، فده بنسميه الترحيل الامن يعني. ودي كل اشياء يجب ان تراعى في منظومه حمايه الاطفال. جميل. بنفس الدقه دي مولاي اللي انت ذكرتها والاشياء التي يجب ان تراعى في منظومه حمايه الاطفال، احنا لو جينا تكلمنا عن السلم التعليمي نعم بنلاقي العمر 6 سنين بيدرس مع العمر 14 نعم في مدارس نعم مختلطه نعم، يعني الاطفال او في سن ال 14 او ال 13 هو يعني دخل في طور المراهقه نعم، وبنلاقي نعم انه في بنات واولاد نعم في المدرسه، فلو نعم نتكلم عن الحته دي ده خطأ. نتمنى في هذا العهد ان يعني يتم تلافوه خالص. يعني ما ممكن انا في ثامن وفي سنه اولى يكونوا في مدرسه واحده اطلاقا، ده خاصه شيء بتاع مراهقه وممكن تحصل، وفي حوادث كثيره جدا نعم حكوها المعلمين في مسائل زي دي يعني. يعني حتى مش الاغتصاب، حتى كونه تلقى الطفل في ثامن بشيل فطور طفل في سنة أولى يعني. صحيح. بشيل فطور يعني تنمر. تنمر قصة ثانية خالص. التنمر يعني ما هي كده وبدقوهم وبدقوهم، ما هو التنمر، ما هو التنمر أصله بيبدأ كده، بيبدأ بالفطور وبعد شيء بيبدأ كده لحد ما يصل إلى أشياء ثانية. صحيح. فدي ما أشياء يطرعوا رغم أنه ممكن في مؤتمرات للتعليم أوسط لهذه المسألة يعني. يعني في المجلس القومي الأولى عملنا دراسات وقلنا الكلام ده، ما يجب أنه قصة مسألة العمر تراعى في المدارس، تفصل يكون التلم التعليمي يتغير خالص، نرجع للسيستم بانه حتى المجموعه يا ريت والله في المرحله الواحده يكون سنها متقارب وتفكيرها متقارب، ما في خطوره على بعضهم على بعض. صحيح. اللي هي زي ما انت قلت التنمر والاستئساس واللبونه كمان ما تنسي. ما استئساس بس، في الجانب الثاني برضه في البنات. نعم. صحيح. البنات في ظواهر برضه سالبه. نعم. برضه يجب ان تراعى في مساله التسليم ما بين صحيح الناس في المرحله الرابعه. مولانا احنا معانا على خط الهاتف وحتشاركنا في الحوار ده الاستاذه تيسير النوراني، واحده من ناشطات المجتمع المدني وفي مجال المراه والطفل. نعم. وفي قضايا كثيره جدا جدا. نعم. استاذه تيسير مساء الخير عليكي. مساء النور. انا معك مشاعر عبد الكريم وزميلتي هايلين هاشم. مساء الخير. أهلا بك مساء الخير، كيف حالك؟ تسلمي إن شاء الله. تسلمي. مبروك نعم علينا الحكومة المدنية ونتمنى نعم إنه نلقى فيها ما نريد إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا موضوعنا اليوم في ترند لبرنامج 24 قيراط بيتكلم عن ظاهرة اغتصاب الأطفال، وإحنا من البداية قلنا ما نقول إنها ظاهرة لأنه هي حسي أصبحت حاجة مستقرة معانا للأسف. ضيفنا فيها مولانا فتح الرحمن محمد بابكر نائب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة. يا ريت أستاذة تيسير تدينا وجهة نظر، وانت زول ناشطة في المجال ده وبالتأكيد مرت عليك قضايا كثيرة جدا جدا فيما يخص اغتصاب الأطفال. أنا بعتقد طبعا هي من أسوأ
أسوأ الظواهر يعني أخذت مسارة أو ظهرت في مجتمعنا في الفترة الأخيرة دي، وللأسف الشديد جدا بقت يعني ظاهرة، مش منقول عنها ظاهرة، بقت ظاهرة ثابتة و يعني مأساة حقيقية دخلت بيوت كثيرة جدا فيها اللي عرفت للإعلام والبقت قضايا وراحوا فيها ضحايا أطفال، وفي لسه الناس مختفين وداسينها وما قادرين يتكلموا عنها لأنهم خايفين من الوصمة الاجتماعية الممكن تحصل. فحقيقة اغتصاب الأطفال مصيبة كبيرة جدا واصل المجتمع ده، وحتخلينا نتساءل شنو الأسباب اللي خلت إنه يكون في اغتصاب أطفال. واحد، أنا بعتقد إن المخدرات هي السبب الرئيسي لهذه المأساة، ويجب إنه يتم معالجة هذه المسألة ومحاربة المخدرات بشكل سريع جدا وبتوعية كبيرة جدا في المجتمع ووسط الشباب، بحيث إنه يتم محاربة المخدرات. أيضا أنا بعتقد برضو يعني في ناس الأمراض، ناس أمراض محبي الأطفال، ده مرض حقيقي ومعروف ونفسي ويجب يتم معالجته وعلى أثره راحوا ضحايا كتار جدا من الأطفال بأعمار صغيرة. صحيح. يعني في طفلة عمرها 7 شهور وفي طفلة عمرها 2 سنين وفي طفلة عمرها 4 سنين، يعني حقيقة حاجة محزنة جدا إنه يتعرضوا أطفال في الأعمار الصغيرة دي للعنف، عنف جنسي بالمستوى ده. تمام. مرحبا بك يا استاذه نوراني، وبصفتك ناشطه في مجال حقوق المراه، انا عايز اسالك من دور المنظمات الطوعيه والمجتمع لتنفيذ هذه القوانين، واحنا يمكن في بدايه الحلقه اشرنا لانه عندنا هاشتاج هل عقوبه الاعدام هي عقوبه كافيه لردع المجرمين من ممارسه اغتصاب الاطفال؟ هو طبعا بعد الاعدام ما في عقوبه، يعني الاعدام ده ما هو نهائيه، لكن هل في توعية كافية وسط المجتمع لأنه يظهر الزوج المتحرش والمغتصب ويتم محاكمته اجتماعيا ويتم عزله وبعد ذلك يحس بأنه هو معزول في المجتمع ده؟ دي النقطة الأهم من أنه يعني يقوم بجريمته، يعني لو تم عزله من البداية، لو تم محاربته، لو الناس عرفته وعزلته في المجتمع، لو الناس أخذت منه موقف، أو حتى هو لو كان مريض يتعرض بعد ذلك لدكتور وتم علاجه، أرحم من أنه يترك وسط الناس وهو وحش وسط الناس وذئب ما معروف منه ويتم اعتداؤه على الأطفال بالمستوى الكبير ده. أنا بعتقد أنه ما في أبعد من الإعدام، لكن والله لو بعد الإعدام في شيء ممكن للمغتصب يكون عقوبة بالنسبة له، أنا بعتقد هو ده الترند الناس المفروض تمشي عليه. عشان كده نحن محتاجين نوعي الأمهات بأنهم ما يخلوا أطفالهم للسواقين بتاعين الترحيلات مثلا، نوعي الأمهات ما يخلوا أطفالهم، لأنه في أساتذة حتى تعدوا على الأطفال للأسف. صحيح. نوعي الأمهات إنهم يوقعوا أطفالهم ذاته منه في طريقة من التعامل يجب إنك ترفضها وما تقبلها وتكون حريص على إنه تعرف ده تعامل سيء ولا تعامل إيجابي ولا جزول كويس ولا جزول كعب. فحقيقة أنا بفتكر منظمات المجتمع المدني مهمتها في الدنيا دي إنها توعي الناس وتشارك في التوعية المدنية والثقافية، لأنه الناس تفهم شنو الاغتصاب وشنو التحرش. صحيح. ونتكلم عن الموضوع ده بشكل واضح في الإعلام وفي ندوات، ونأكد على إنه التوعية بتخلي المجتمع يكون مجتمع متقدم وقادر يمشي لقدام. شكرا لك كثير أستاذ تيسير النوراني، دائما حاضرة ودائما صوتك واضح فيما يخص قضايا المرأة والأطفال والأسر بالتأكيد. شكرا جزيلا ومساء سعيد عليك. شكرا لك يا ستي. شكرا تسلمي. لك تسلمي. احنا طالعين فاصل وراجعين مواصلين ترند عن قضية اغتصاب الأطفال. مرحبا بكم من جديد مواصلين 24 قرات وفقرة ترند عن اغتصاب الأطفال. ضيفنا فيها مولانا فتح الرحمن محمد بابكر، نائب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، أهلا بك مرة ثانية. ومواصلين حديثنا عن اغتصاب الأطفال، لكن نجي لدور المجلس القومي والمؤسسات الرسمية، يمكن كثير جدا من المؤسسات الرسمية العاملة في مجال الطفولة، لكن مع ذلك ما زالت الظواهر السالبة في حقوق الأطفال مستمرة. نعم، خلينا نبدا بالمجلس القومي للطفوله.
هو آلية أنشئت بعد مصادقة السودان على اتفاقات حوار كبير. صحيح. كأحد متطلبات الاتفاقية بتذكر إنه والله في كل دولة يجب أن تكون هناك آلية وطنية تعني بإنفاذ الاتفاقية وإنفاذ كل الأشياء اللي لها علاقة بحماية ورعاية وتنمية الطفولة في البلد المعين يعني. صحيح. فالمجلس العام لرفعة الصغر في السودان مشي سنة 1991 وظل في حالة تحت عمل طيلة هذه الفترة عمره أكثر من 30 سنة يعني تقريبا. دوره في التخطيط وضع الخطط والاستراتيجيات وليه أفرح في كل الولايات، عضويته فيها ولاة الولايات وبرأسه السيد رئيس مجلس الوزراء، ده التكوين الحالي للمجلس حسب قانون المجلس. دوره في الحقيقة كبير جدا، عنده دور في التوعية، عنده دور في التشريعات، عنده دور في الخطط الاستراتيجيات، في رفع الوعي، في التدريب، في رفع القدرات عبر آليات مختلفة. يعني مثلا في الشرطة توجد وحدة حماية الأسرة والطفل، وحدة متخصصة لها علاقة بحماية الأطفال وكل المسائل تحدثنا عنها، تدوين البلاغات، وعندهم خط النقدة 96 96. في أيضا محاكم الطفل، في محاكم متخصصة للأطفال. يعني ده بيدلك إنه الدولة بدأت تهتم بخصوصية قضايا الأطفال، في نيابات متخصصة للأطفال يعني. صحيح. قاضي الطفل براو، قاضي وكيل النيابة حق الأطفال براو، وده بيخلي التركيز يكون على حقوق الطفل. يعني القاضي المتخصص في حقوق الأطفال بيقدر يسترد حق الطفل أكثر من القاضي العادي. لكن معلش يا مولانا، خلينا أسمح لي أقاطعك هنا. فيما يخص شرطة حماية الطفل والمحكمة والنيابات، ما في إحصاءات، أو إذا جيت عشان يدوك إحصاء كده أنت بتعمل فيه بحث أو عايز تكتب مقال أو إلى آخره، أو حتى زي برنامجنا ده. أيوة. إحنا عايزين إحصاء مثلاً 2018 كانت البلاغات قدر كيف، 2019 كانت قدر شنو، إحنا خلاص ماشيين على نهاية السنة. نعم. ما في إحصاءات. في إحصاءات، في إحصاءات، القضاء عنده إحصاءات، النيابة عنده إحصاءات، الشرطة عندها إحصاءات، لكن السؤال ليه؟ هل هي ما بده؟ أنا كباحث أو كإعلامي هل من حقي أطلع عليها عشان أنا أشوف في برنامج من كده؟ من حقك تطلع عليها، ما في حاجة. يمكن دي سياسة في مرحلة من المراحل، لكن أنا أعتقد في المرحلة الجاية الحكومة السابقة، نحن نتحدث الحكومة السابقة، الحكومة السابقة نتحدث عن شفافية. نعم. نتحدث عن وضوح، نتحدث إنه نخط المشكلة في الطرابيزة، ما ندسها ونواجهها، وهينو نقول والله عندنا من جرائم اغتصاب عددها كده، عددها كم؟ نحن أصلا لو ما 2019 يعني لو ما توفرت المعلومة لأي حاجة لأي يعني إحصاء مهم جدا جدا. أنا ما بقدر أنا ما بقدر بحجم المشكلة، ما أنا حتى أنت كباحث من حقك تعرف الأرقام يعني. طيب فدي ما ما, ما عاد السر زواياها. ما طيب عاد السر مولانا يعني. أنت بصفتك نائب الأمين العام. نعم. للمجلس القومي للطفولة 2019 من بداية لحد الآن تم تدوين كم بلاغ؟ في بلاغات كثيرة، أنا ما لا مش 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 أنا ما عايز أديك ليها، لأنها موجودة في ضابط الشرطة، ودي بلا يعني إحصاءات بتتغير، يعني الليلة بكون في بلاغ، بكرة في بلاغ، عندهم إحصائيات كل 6 شهور، إحصائيات سنوية، إحصائيات، عندهم التقرير الجنائي السنوي، وده يجب أن يكون متاح لكل الناس، مش جرائم الاغتصاب، كل الجرائم اللي حدثت في السودان يجب أن تكون على المواطن عارفة، كم جريمة السرقة، جرائم المخدرات، جرائم الاعتداء الجنسي، جرائم القتل، كلها بتكون متاحة للناس يعني. فأنا مفروض كمواطن أعرف يعني الحالة الأمنية في البلد بصورة عامة شكلها يعني. السرية مطلوبة في مواقع معينة أثناء التحري. طيب. لكن ونصي أنه تمت المحاكمة. يبقى السرية وين هنا تاني؟ السرية خلاص أكيد كإحصاء يعني حتكون عندنا حلقات أكيد، لكن أنا بس كان نفسي أسأل من حاجة واحدة يعني. تحقيق أو الردع العام يعني. هل هو ممكن تتطرقوا له؟ إحنا دائما السرية دي ممكن تكون المضيعة عنا باعتبارنا مجتمع محافظ بنخاف من إعلان المغتصب. هل ممكن تحقيق الردع العام إضافة الإعدام في ساحة معلنة للجميع ممكن يكون واحدة من الأشياء اللي بتساهم في معالجة هذه الظاهرة؟ من أهداف العقوبة العقاب بيقولوا يعني معاقبة الجاني أول حاجة. نعم. كعقوبة له، أو يعني يدو إيلام يتساوى مع لذة الجريمة، يعني استرق فلوس لقى لذة في الفلوس، يبقى يبقى العقوبة تساوي لذة السرقة. اللي اغتصب طفل وجد لذة، يجب العقوبة تساوي هذه اللذة. فإذا في إيلام في العقوبة. صحيح. من أهداف العقوبة الثانية تحقيق الردع العام.
أنا لما نشوف الناس وفي الإعلام وحتى في الشريعة الإسلامية القصاص بيكون أمام الناس وليشهد عذابهما طائفة، يعني في طائفة يعني الدبحة غيرك الردع العام يعني. فافتكر الردع العام افتكر ما في مانع أن يكون الإعدام علنا وتجهز كل هذه الأشياء الناس تشوف الإعدام، لكن بقى مدى قبول المجتمع صحيح، لأنه يرى شخص مثلا بيعدم قدامه لمسألة بقى مسألة دائرة نقاش، ومدى حق الإنسان حتى بعد ما يتوفى هل عنده حقوق؟ دي برضه مسائل لها لها تعليق جثته وكده، دي مسائل برضه كحقوق إنسان برضه محتاجة. هي طبعا الموضوع ده ذاته يا مولانا يمكن عايز حلقات حلقات ليس مجرد إحنا لكن إحنا هنا بنطرق على الموضوع إنه زي اهتمام الناس في المواضيع السياسية ومنو اللي بقى وزير ومنو ما بقى وزير، والمسألة دي 3 سنين أن إحنا أطفالنا ديل يا هم سندنا ويا هم باكر. نعم. إذا إحنا دارين نحقق مسألة الديمقراطية والمدنية يجب إنه نبدأ صح ونبدأ بمنو، نبدأ بالأطفال. شاكرين لك جدا مولانا فتح الرحمن محمد بابكر نائب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة على وقتك وعلى الإضاءات اللي قدمتها فيما يخص القضية دي. نعم. حقيقة أنا بدي أقول إنه الكلام الأخير إنه الأطفال يساووا أكثر من نصف السكان في السودان. فالسودان يساوي الأطفال، نحن يعني دولة فتية، دولة لسه ما زالت شابة يعني، فيجب الاهتمام بالطفولة في كل البرامج وفي كل ما يتعلق بأمور الدولة يجب أن نوجه نحو الأطفال. السودان 24 مفتوح عليكم بالتأكيد لتناول هذه القضايا ونتناولها ونتكلم عن المسكود عنه، المسكود عنه الحقيقي مش المسكود عنه الكلمة المصطلحة اللي بقت مستمرة. احنا ماشيين وين يا هيلين؟ احنا هنمشي يا بشار. شكرا لك على شيء بقول لك، بنشكرك جزيل الشكر. ضغوط الحياة ممكن تكون كثيرة لكن كل منا عنده طريقته الخاصة في الترويح عن نفسه. لما تكوني مضغوطة بتروحي عن نفسك كيف؟ والله بتونس مع أولادي. يا سلام، أجمل حاجة. ربنا يحفظهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. خلينا نشوف كيف حيكون التروية على النفس في التقرير التالي، تابعونا. يعني اكثر حته بنجي الساحه يعني بنروي عن نفسنا كده، لانه احنا مضغوطين يعني الايامات دي عندنا امتحانات وكده، فبس يعني ده اكثر الترويح. انا بروي عن نفسي يعني مرات بكون مخنوقه، بتكون في ضغوطات، بتكون في مشاكل حاصله ليا، بكون عاوزه يعني اطلع من الجو اللي انا فيه، وبكون عاوزه اشم هواء، بكون عاوزه اطلع. صراحه يعني في اهل وفي امهات وفي ابهات يعني بيكون يعني بيشوفوا انه انت لما تقول انا زهجانه وعاوزه افرق عن نفسي وكده يعني دي حاجه صعبه، لكن هي الحاجه دي يعني اي انسان حتى امك حتى ابوك بيمر بضغوطات زي دي. يعني لما نجي نتكلم عن يعني حته الترويح، ما شرط ان انا اطلع لي مطعم فخم عشان ما انا اكون يعني اروح عن نفسي، بس اطلع اشوف وجوه جديده يعني اغير من الوجوه اللي انا بشوفها كل يوم. فاطلع يعني امشي مثلا اجي الساحه، حتى لو ما جيت الساحة أمشي حتى يعني حتى أنا برتاح فيها نفسيا وأعمل حاجات أنا بحبها. فأنا عن نفسي مثلا يعني بحب أتكلم دائما، ما بحب الإنسان الصامت، فإذا أنا مشيت حتى ولقيت يعني إنسان صامت بحس إنه الحتة دي كئيبة ما بقدر أقعد فيها. يعني دائما بنلاقي أسر بتشوف إنه يعني ما عندها مشكلة إنه الأولاد يطلعوا ويروحوا عن نفسهم، بس عندهم مشكلة إنه يعني كيف بتطلع. الكلام ده عيب بالنسبة لهم، انه يا اما تطلع مع الاسر يا اما خلاص. واذا جات يعني فلنفترض انا اذا مثلا قلت انا زهقانه وكده، كيف اقول زهقانه؟ كلام ده عيب. ولما انت تقول لهم انتوا زمان بتطلعوا كده يقول لك انه الزمن اتغير، هو الزمن ما يتغير، يعني نفوس البشر هي اللي اتغيرت. وفي اسر ثانيه بتكون عكس تماما، يعني بتكون فاهمه الوضع وعارفه يعني شنو يعني الانسان متضايق. يعني ما شرط اكون متضايقه عشان بس يعني في ناس يقول لك انت شايله هم شنو، لسه ما شفت شيء للدنيا. ما شرط اكون شايله يعني هم شيء كبير،
فاذا انا طلعت غيرت جو وطلعت من الروتين اللي انا فيه ده اكيد يعني الضغط النفسي اللي عندي ده حيتحسن. ده محل الناس تتلم فيه وتقعد فيه وتتلاقى مع بعض وتروي عن نفسها، لأن المساحات مفتوحة والجو أبرد من البيوت، وبيكون يعني فيه راحة للنفس أكثر من القعدة المحدودة في حتة معينة. يعني برضو يعني ضغوطات العمل وكذا، يعني الناس صح تكون عندها مثلا على الأقل يوم في الشهر في السنة. المهم القصة من القعدة دي والله طبعا متعودين نقعد ونجتمع في كل مناسبة عادي القعدة عندنا، وطبعا دي قعدة جروب عندنا مجموعة كده وقاعدين نقعد فيها عادي من أي نقعد هنا باقي العامة دي. جديد وصحيح ان المدارس الناس نزلوا، احنا ما هنينا الشباب اللي نزلوا المدارس، ان شاء الله يكون في استقرار اول شيء، لكن يا جماعه القصه ما كلها قرايه، لازم تعودوا اطفالكم انهم يطلعوا يتفسحوا. الكلام اللي قالته البدي مهم جدا، صحيح يمكن احنا حاسه كمجتمع ما بقينا عايشينه شديد، لكن مهم جدا انه احنا نروح عن نفسنا ساعه بعد ساعه. خنقة القراية وخنقة إنه لا التعليم وإنه المدارس وفي زمن أخذناه إجازة وكده، لا خليهم برضو يروحوا عن نفسهم، وإحنا ذاتنا محتاجين. إحنا طالعين نشوف أخبار المشاهير بعد فاصلة قصيرة.